وهنروح لموضوع الحقيقة مهم جدا، وأعتقد أنه من أهم الحاجات اللي لازم أولياء والأمور ياخدوا بالهم وياخدوا بالهم من الموضوع ده تحديدا دلوقتي. طول الوقت أولياء الأمور بيحاولوا أن هم يكونوا أصحاب لأولادهم مختلف في مختلف أعمارهم، ده بيسهل عليهم حاجات كتير جدا. ممكن الأولاد أن هم يا إما يحتاروا في التفكير في حاجة أو يخافوا يقولوها لهم، فالأهالي تكون موجودة معاهم تصلح لهم أو حتى تحاول أن هي ترشدهم ان هم يختاروا او يعني يقرروا القرار السليم. في كمان اباء وامهات مش بيعرفوا يصاحبوا اولادهم، وده بيكون ناتج لاسباب كتير، منها على سبيل المثال انشغالهم طول الوقت في الشغل والفترات الطويله اللي بيقضوها بره البيت. اعتقد انه كمان يا احمد من ضمن الاسباب دي فكره انه انت لسه صغير، انا دايما رايي اصح من رايك. انت عارفه وانت بتتكلمي يا جمانة في المقدمه بتاعتك رجعتي لي كده الفنان الجميل محمد صبحي في بابا وليس، فكره لما قال لك اكتشفنا اننا نربي انفسنا معهم، لان اللي انت تبقي صاحبه ولادك اعتقد امر مش سهل وامر مش هين مع اختلاف الاجيال. هل انا اتمسك بنفس الحاجات اللي انا اتربيت عليها في جيلي، ولا انزل شويه ويعني اسلم للمدخلات الجديده اللي بقت موجوده عند الاجيال الحاليه؟ لان دايما الاطفال بيقارنوا نفسهم او بعضهم ببعض. لكن ازاي اكون صديق لاولادي بشكل صحيح، وازاي اعرف اذا كان في حاجه بتضايقهم ولا لا، وازاي احلها؟ وهل صداقه اولادي بتخلي الاب والام يبقوا عارفين كل حاجة عن أولادهم، ولا في استثناءات دايما الأطفال بيخبوها عن أولادهم حتى لو هم صحاب؟ كل الأسئلة دي هي أسئلة مشروعة لكل أب وكل أم، وهنحاول اللي احنا نجاوب عليها من خلال ضيفتنا الكريمة الدكتورة سمر كشك أستاذ الطب النفسي والصحة النفسية اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور. يعني عاوزين نعرف إزاي بتتعاملي مع أولادك، وإزاي كل أب وأم يبقى ليهم طريقة مثلى يقربوا الولاد منهم، ما يبقاش هم حالة ندية أو حالة خصومة، أنا الأب فأنا الآمر الناهي. الأول لازم نفهم أن ولادنا دول مشروع، يعني لازم أديله عناية اهتمام، أعطيله دايما، وأحسسه أنه هو ثمرة لازم تكبر وتكبر صح وبشكل صحي. طيب ولادي أبدأ أصاحبهم من إمتى؟ وده سؤال مهم جدا. دايما الناس تقول لك ايه اما ابني يكبر، اما يوصل لمرحله المراهقه كده ابقى صاحب. لا، الصحوبيه بتبدا من 5 سنين، بفضل معاه واحده واحده ومدخلاه في حياتي وداخله في تفاصيل حياته، ما بشوفش الصوره من بعيد من بره، مش هتكفيني. صحيح. طيب ازاي اخلي فيه رابط بيني وبين ولادي؟ دي بتيجي بقى بمواقف كتير جدا جدا. اولا اديله الامان. في ناس كتير قوي اما اولادها تيجي تحكي لها على حاجه او حاجه خطا عملتها بيبدا بالهجوم، حتى تعبيرات وشه بتتغير. فهو لو مجرد ان الام او الاب تعبير وشه اتغير، هو هيمنتج حاجات ومش هيقول الصوره كامله. صحيح. وممكن ما يقولش الموضوع كامل خالص. يعني يغير الموضوع. الطفل ذكي جدا. ما غيرش، احاول ان انا ما غيرش ملامح وشي، اديله الامان انه يكمل سرد القصه، لان انا المرجع الوحيد لولادي. لو هو ما لقاش عندي الاحتضان اللي يخليه يحكي لي ويسرد الموقف، هيدور على حته تانية، لان لازم يبقى له متنفس. يعني الاحتواء اولا جدا، واديله الامان ان يكمل يحكي كل حاجه، يجي يقولها انا عملت مصيبه كذا، انا عملت كذا، انا وقعت كذا، انا كسرت كذا. في ولاد بنلاقيهم بيخبوا الحاجه والام او الاب يكتشفوا على مهلهم. لا، انا اديله الامان انه يجي يحكي عشان اعرف انصحه. ما انا مش هعرف انصحه الا ما اعرف القصه اللي جايه. دكتوره يعني هقول لحضرتك على حاجه، مثلا انا هحكي لك عن مواقف انا دلوقتي بقيت بشوفها. يعني احنا طول عمرنا، احنا يعني انا واحده مثلا كنت لا صديقه امي جدا لحد النهارده، بس كان في قدر من الخوف وقدر من الاحترام. هتسأليني عملتها ازاي؟ هقول لك والله ما اعرف. مش عارفه هي عرفت تعملها ازاي، بس دلوقتي انا بقيت بشوف انه لا، في شويه تجرؤ على الاب والام، وبشوف انه اولياء الامور بيقولوا على ده اصل احنا اصحاب، اصل احنا بحاول ان انا يبقى الحدود بيننا شويه، يعني بحاول اقللها عشان يقدر يجي يحكي لي كل حاجه. ايه الشعره ما بين ان احنا نبقى اصحاب بس في نفس الوقت لا يبقى في احترام، مش هقول لك خوف، مع انه شويه خوف يعني مش هيعمل اي حاجه، بس شويه قلق حتى. الشعره اللي ما بين دي تتعامل ازاي؟ لانه في حاجات، اصل مش كل القصص ان انا الطفل كسر حاجه ولا ضيع حاجه، لا، في قصص كبيره
ما هو مع ما بيكبر قصصه بتكبر طبعا، والموضوع بيبقى اخطر. ان انا احط حاجز الخوف غير حاجز الاحترام. لازم يحترمني. بمعنى انا لو ما احترمتش ابني مثلا، كنا في مكان عام وهنته، هو بعد كده مش هيحترمني او هيتجنب التعامل معايا في الاماكن العامه، وممكن يتجنبني خالص. صحيح. على حسب شخصيه الطفل. فانا بتجنب اهانته، بتجنب اهانته حتى في البيت، واخليه لي يعني اخليه لي موقف بس بعد ما اسمع، وما يكونش بالضرب خالص، استثني الضرب تماما يعني اطلعه من حياتي، اخد منه موقف بس بعد ما اعرف التفاصيل واعرف كل حاجه، ابتدي اقول له مره واثنين وثلاثه اللي عملته ده غلط، لانه هيكبر بس شويه. في بعض الاوامر يعني، الكلام اللي حضرتك بتقولي كلام حلو قوي ومثالي، لكن في بعض التفاصيل اللي ممكن تحصل بتخلي ولي الامر ما بين نارين وكلاهما امر من التاني. هل اخد موقف وابقى صارم وهنا الاب ولازم اتدخل وده اللي غالبا يعني بيحصل، ولا اللي انا اعدي وافوت رغم ان هو عامل حاجه كارثيه؟ على حسب الموقف اللي عمله، وعلى حسب الطفل نفسه او الولد او الشاب نفسه او البنت هي شخصيتها ايه. ما في ناس حساسه قوي قوي ممكن تنهار ويجي لها اكتئاب و و و، وفي ناس عندها جلد شويه وبتتحمل. فعلى حسب الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. انا بتعامل، عارف لما بتفك القنبله، بتعامل بنفس الكيفيه. حساسيه شديده، بخايفه ان انا اصلها في شعره، فعلا هي شعره دقيقه. صحيح. جدا ما بين ان انا اخلي اللي قدامي ياخد عليا قوي وانه يعمل اي حاجه بمنتهى الاريحيه ويحكي اي حاجه بمنتهى الاريحيه، او انه يحكي لي وبرده عامل حته الاحترام دي وخايف مني سنه صغيره، بس مش خايف ان انا اقوم اهجم عليه. لا، خايف من رد فعلي ان انا ازعل منه. صح. فرق كبير. صحيح. فيعمل حساب لزعلي، يعمل حساب لان انا يعني ما عملتش، ما كنتش قد الثقه اللي ماما وبابا اداهالي. فرق كبير جدا. فخوفه من، مش من رد فعلك، خوفه من زعلك. ومن انك هتاخد الموقف بتاعك هيبقى صعب بالنسبه لنفسيته هو، لانه هو واخد عليك ان انت بتحبه قوي، ان انت شايفه بصوره معينه. في الصوره اللي انت حاططها له دي ما تكسرهاش بدايما توبيخه، او ان انا اقول شفت ابن عمك حلو ازاي، شفت المقارنه، بلاش دي خالص. لانه هيتجنبك وهيتجنب التعامل معاك قدام الناس، لانه تعالى يا حبيبي شفت ابن خالك ابن عمتك، خلاص انا مش هاجي جنبه بقى، واحنا قاعدين في القعدات العائليه دي مش هاجي جنبه. بعد كده هبتدي اخد منه موقف. فبلاش التوبيخ الزياده عن اللزوم اللي عمال على بطال على اقل الحاجات. بلاش اجيب حاجات عملها من وهو صغير واقول له شفت انت طول عمرك بتعمل كذا. لا، اعاتبه على الموقف ده بس، بلاش تعاتبه على اللي بتاع زمان، لان هو ما عندوش فكره الفصل، هو بياخد بالمجمل. فيبقى بابا شايفني وحش فخلاص بقى استبيع، فانا مش عايزاه يوصل للمرحله دي. عشان ما يستبيعش وعشان ما يهموش الموضوع برمته، احافظ على سنه ان انا شايفه حلو. صحيح. فهو هيحافظ على ان دايما بابا شايفني او ماما شايفني. صورتي قدام الاهل بس. حته بقى كمان تخليني اعلى درجه اللي لسه كنت بقول لحضرتك عليها، الاستثناء. ان انا بعمل له الحاجه انت اكسترا، يعني انا بعمل دي عشان خاطرك. اما بتكبر طفل عنده 11 ولا 12 سنه ولا 6 سنين ولا 15 سنه، هو شايف نفسه طفل او من ضمن الولاد. لكن اما كبره انا واقول له ده انا عملت دي عشان خاطرك، بتعملي تنازل علشان خاطر تسعديه. مش تنازل، انا ممكن اعمل اكله واقول له عشان خاطرك، فيحس ان هو يعني ده ما عمل ماما وبابا ما عملوش اكل هم بيحبوه، ده عملوه حب انا اللي بحبه عشان خاطري انا. فان انت تخليه مستثنى في حاجه، هو برضه بيستثنيك ويخاف بقى يخسر الحته دي. يعني بيحافظ عليها قوي. وانا دي اللي بعملها مع اولادي، بس انا بعملها بحب. يعني انا فعلا مستثنياهم لاني لقيت مقابل. ما هو انت بتعمل الكلام ده انت اكيد هتلاقي مقابل في يوم من الايام، هيدوروا عليك قوي. انا برضو محتاجه ده، يعني محتاجه ان هم يطبطبوا عليا. الطبطبه اللي فقدناها في بيوت كتير، الاب والام اللي بيقعدوا بالشهور ما يحضنوش ولادهم ولا يبوسوهم، وفاكرين ان دي انها تنزل من قيمتهم، بالعكس ده بتقرب جدا. الحضن ده اوقات الاب والام بيبقوا محتاجينه اكتر من لا الولاد. بالمناسبه الاولاد او الاطفال اللي كمان بيكبروا وسط عيله مفيش فيها خلينا نقول المشاعر دي،
لما بيكبروا على فكره ممكن ما يحسوش ان في حاجه عادي، بس في وقت من الاوقات بيحسوا انه حتى تعاملاتهم مع الناس مختلفه، بيبقوا فيهم حته كده لا مش مظبوطه يعني. بس خليني ارجع بقى معاكي نقطه مهمه قوي، الاستثناء دي، لانه في ناس في اولياء امور بيعملوها، بس بيعملوها انا تعبت قوي عشانك، انا عملت، انا اشتغلت صبح وليل عشانك، هي استثناء. لا دي منا بس دي بالظبط، عشان بس ما يختلطش الامر على اولياء الامور. لا الاستثناء في حته ان انا عملت ده عشان خاطرك، اولا بكبر جواه عزته بنفسه وان هو استثناء، بس استثناء حلو، مش فكره ان هو يعني يبقى متعجرف او في نفس الوقت لا، انه انا يعني سبيشال زي ما بنقول كده عند اسرتي، فهم كمان عندي مختلفين. بس في نقطة برضو تانية عايزة أعرفها من حضرتك، إحنا زمان كلنا وإحنا في المدرسة أو في الجامعة في وقتنا إحنا كان تقريبا تربيتنا كلنا شبه بعض، كان تقريبا الأصول واحدة، كانت المبادئ واحدة، ممكن تختلف حاجات بسيطة جدا صح. بس دلوقتي لا، في تباين، يعني في أفكار مختلفة، مبادئ مختلفة صح. خاصة مع وجود الإنترنت مع الأطفال، حتى بقت العادات مختلفة والتقاليد مختلفة. أنا إزاي أقدر أربي ولادي على مبادئي وعلى عاداتي وعلى تقاليدي وعلى مفاهيمي، وهو في وسط ناس كتير جدا حتى لو المفاهيم مختلفة، بس هم متعاملين ومتفاهمين، مش حاسين ان في حاجة ناقصاهم. اسمح لابني يقول لي على مغامراته والحاجات اللي شايفها، يعني الولاد بيقعدوا على الموبايل كتير فهو قاعد كده بيجي مثلا يقول لامه او ابوه ايه ده انا شفت كذا، شفت كذا، دي ما تعديهاش، خليه يجي يقول، اسمح له عشان اعرف الثقافات اللي شافها واعدلها له، لانه ممكن يكون شاف ثقافات مختلفه او عادات جديده فهو يبدا يقلدها من غير ما يرجع لي، لان انا ما انتبهتش. فانتباهي لكل كلمه بيقولها ابني مشروعي انا، لازم يعني اعمله على اكمل وجه واكبره واطوره، فهطوره ازاي اذا كنت انا ما اعرفش هو بيعرف ايه. فعشان احافظ على تقاليدي انا واشبعها له، لازم افهم هو ايه الثقافات اللي دخلت له من بره. ما هو عنده بيطلع مدرسه، ممكن يكون مدرسه مش قد مستواي انا الاجتماعي وعايزه اكبره، فمدياله مدرسه اعلى، فيبدا الدنيا تختلط عليه الامور والولاد بيتكلموا مع بعض كتير، ده انا جالي كذا وهو مش قدهم. لازم افهمه حالتي الاقتصاديه ايه، انا عامله لك ايه، مش بالمنه، باني افهمه، مش اني انا عملت ده شفت انا عملت لك ايه. بلاش كلمه ان انا الاذلال دي، ان انا بذله بالحاجه اللي انا بعملها له. انا جبت اطفال عشان اربيهم، وعارفه من قبل ما اجيبهم ان انا هربيهم وهصرف عليهم وهدور عليهم وهعالجهم نفسيا وبدنيا، فكل التزاماتهم عليا، فبلاش المنه لان ده التزام عليا. طيب فرض دكتور، يعني حضرتك قلت الاستثناء، لكن المشاركه هل ليها دور برضو رئيسي؟ طبعا. بفكرة اللي أنا أشارك ابني في بعض الأمور الخاصة بنظام الأسرة والقرارات المصيرية أحيانا رغم صغر سنه، وأنه هو لسه لا يدرك ده أصلا ومش فاهم التفاصيل الكاملة لبواطن الأمور، لكن أنا بشاركه وباخد بقراراته في بعض الحاجات اللي ما بتخلش بالنظام بتاعي علشان أحسسه اللي هو ليه دور ودور فاعل. ده ممكن طبعا يأثر؟ مهم جدا، وبيكون شخصية فظيعة جبارة. انا ابويا وامي كانوا بيعملوا معايا كده، انا كنت بقعد في عقود وحاجات وانا في اولى اعدادي، طلعت شخصيه قويه لان انا اعتمدوا عليا. يعني اما يرمي لك الحاجه كده اقول لك اعملها، اديني ادرس دي وتعالى قول لي قرار، ادرس دي وتعالى قول لي راي، حتى لو انا مش هاخد بيه، بس انا دخلته في حياتي، دخلته في حاجه اكبر منه، خليته يدور يبحث، وهم عندهم السيرش كتير، فما يفتح ويعمل سيرش على حاجه فخلاص انا اديته حاجه، حتى لو حاجه بسيطه، ان هو لو طالعين مصيف قول لي ندخل نروح فندق ايه، ده حاجه بسيطه خالص. يعني زي ما حضرتك قلت يا دكتور، لو هنلخص كده الروشته سريعا، الحب، الاستثناء، الاحتواء، والحلم، الصبر كده واحنا مع اولادنا ونعلمهم بالراحه، وما ننساش الشعر اللي كنا بنتكلم عليها، فكره الخوف على الزعل، مش لازم الخوف الرعب من الاذى او انه حد زي ما حضرتك تقولي المنه، لا فكره الخوف على الزعل دي روشته سريعه جدا للتعامل، وعشان نبقى اصحاب ولادنا، لان ده مهم قوي في الزمن اللي احنا فيه. نشكر طبعا دكتوره سمر كشك، استشاري الطب النفسي والصحه النفسيه، نورتينا في صباح الخير يا مصر. الله يكرمك نورك. نورتينا يا دكتور، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. الله يكرمك، ربنا.